النهاردة هقول رسالة بعتها علاء على صفحة قناة المحور، بعتها لمراته حب عمره نهى. الموضوع باختصار إن مراته من كتر حبها فيه بتشك فيه جدا، كل بصة في موبايله بتتخيل إنه أكيد بيخونها، وكل ما يتأخر بره شوية يبقى أكيد بيقابل واحدة، بتغير عليه جدا لدرجة الشك. وده كان نتيجة إنه غلط قبل كده، وهي من يوميها مش قادرة تنسى، مش قادرة تثق. هو بيحبها، بيحبها جدا لدرجة محدش يتخيلها، وبعت الرسالة دي علشان يقول لها حاجة مهمة جدا يمكن تكون غايبة عنها. علاء بيقول لنهى: النهاردة 11/6، أول يوم قابلتك فيه، يوم عرفنا بعض والعيون اتلاقت، يوم فتحنا قلبنا وكل واحد شاف عند التاني اللي يكمله، ورسمنا مع بعض طريق طويل حلفنا نمشي سوا بطموحه وأحلامه، وبيتنا اللي حلفنا نبنيه طوبة طوبة، طوبة أمان وطوبة سند. فاكرة يوم ما قررنا إننا نبقى أسعد بيت في الكون، بيت ما يدخلوش الشك ولا الوجع ولا غربة الروح والتوهان عن بعض ولا خوف ولا خناقات. حلفنا لمبان بأفضل صورة قدام ولادنا علشان ما يطلعوش مهزوزين ولا هربانين من حضن البيت وحضننا. ليه كل ده راح؟ وفجأة لقيتك بتشك في كل كلمة بقولها وفي كل خطوة بمشيها. أنا عارف إن ده من حبك فيا وخوفك عليا، لكن أنتي بتصرفاتك خلتيني أفقد الثقة في نفسي، بقيت طول الوقت خايف، خايف أتفهم غلط وخايف من الخناق والزعل، خايف عليكي وعلى نفسي. أنا عارف إني غلطت قبل كده وأنتي من بعدها اتغيرتي، رغم إني حلفتلك إن ده مش هيتكرر وفعلا ما اتكررش. أنا بحبك ونفسي أعيش معاكي وأكمل وأنا مطمن، مش عايز أحس بغربة وأنا قاعد في بيتي. نفسي ما أكذبش عليكي في حاجات كتير علشان أخلص من شكك فيا. أنا تعبت وما بقتش قادر، واللي مخليني لسه مكمل العهد اللي أخدناه سوا واللي بفكرك بيه النهاردة، وبقول لك خليكي جنبي، أنا محتاج لك جنبي بثقتك فيا قبل روحك، ومحتاج حياتي اللي رسمتها معاكي زمان، مش الحياة اللي احنا عايشينها دلوقتي اللي ممكن تموتني وأنا لسه بتنفس. صدقيني احنا بشر وكلنا بنغلط، وأنا من يوم غلطتي وأنا قررت إن ده مش هيحصل تاني، حبا فيكي وحبا في كل حلم تخيلناه مع بعض. أنا عايزك ترجعي معايا زي الأول وترجعي لي الثقة في نفسي، عايز أحس بالأمان والسكينة اللي كنت بحسها معاكي. أنا ليكي ومنك، ومهما حصل عمري ما عيني تروح لغيرك. أنا شايف آخر طريقنا كل ورد، وأنا وعدتك بده زمان وعاوز أكمل اللي وعدتك بيه. عايزك تعرفي إن والله ما بعمل حاجة تضايقك حتى من وراكي، عامل حسابك وإنتي مش موجودة، لأنك في قلبي ومعايا طول الوقت، حبا فيكي وخوف على بيتنا وعلى علاقتنا اللي تعبت جدا على ما نستقر أنا وإنتي في بيت واحد. أنا عايز نهى حبيبتي ومراتي، وأنا جوزك اللي وثقت فيه زمان، أنا هو وما اتغيرش ولا اتبدل، ومهما حصل مش هروح لطريق إنتي مش فيه، لأنك مالية عيني ومالية قلبي، فاضل بس إنك تثق فيا وتفهميني وترجعي لحضني وحضن بيتك من تاني. وانتي مطمنة، اطمني، مهما عدى العمر وفات هتفضلي انتي السكن والحلم. خلصت الرسالة، لكن يا نهى الراجل بيحبك وده واضح من كلامه، بالرغم ان الكلام مش هو اكبر دليل على الحب، بس الصدق في الحروف واضح زي عين الشمس. خوفه عليكي وعلى كيان البيت مفيهوش ذرة شك، وخليني اعترف لك احنا كرجاله محدش فينا ما بيغلطش، وده لاننا بشر ومش معصومين، لكن الشك يا نهى بيقتل اي علاقه، بيدمرها حرفيا. فبالله عليكي حاولي تخرجي بره الفقاعه الوهميه اللي انت عايشه فيها، اللي هتخليكي تفقدي الثقه في نفسك قبل منه، وكمان علشان تديله فرصه ثانيه علشان ينفذ الوعد اللي وعدك بيه. فلو صوتك وصل لنا يا نهى
ابعت لنا رسالة على قناة المحور